من الشباب والصبايا بعمر الورد عم يجولوا أنحاء سوريا وبكل مكان عم يتواجدوا فيه عم يتركوا أثر جميل من صوتهم وروحهم الحلوة يلي بتنده للسلام والإيمان والمحبة. بما أنه نحن ضمن أجواء الكريسماس كانت جوقة الفرح السباقة لتكون متواجدة بالبداية بمحافظة حما والختام بمحافظة دمشق. نفرح اليوم، نفرح بالرغم من الجراح العميقة التي تنز في قلوبنا كلنا. فقدنا غلاة بعدد هائل، فقدنا أمورا كثيرة، وكدنا أن نفقد أنفسنا. الحمد لله أننا نهضنا وسننهض. وأدعو جميع إخوتي في سوريا والسوريين خارج سوريا إلى استعادة وعيهم وحبهم لوطنهم، لأن هذا الوطن كان موئل الإسلام المتسامح وموئل العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين على مدى العصور. هي جوقة أصلاً مقسمة لخمس أقسام من الأطفال حسب الفئة العمرية يعني، وكل فئة من هالأعمار أخذ خط معين يعني بتغني اتجاه معين. هلأ بالميلاد بنجتمع كلنا دائماً، بالعادة بنجتمع كل الأعمار وبنعمل حفلات ضخمة، استعراضات ضخمة فرحا بالميلاد، بنعمل مسرحيات غنائية تحكي عن الميلاد بشقه خلينا نقول الأصلي. يعني الميلاد هو حدث كتير فقير وكتير في سلام ومحبة، ما في بهرجة وما في بزخ، فبنحكي كل شيء بالميلاد. وطبعا كمان بنواكب أغاني الميلاد العالم كله بتحبها. عجقة وشغل وتحضيرات ليكونوا جاهزين لينشروا المحبة والسلام من خلال تراتيل سطحت في أجواء كنيسة السيدة بدمشق. الأم في القدس يقول الإنسان فالإنسان ولد فيها، هللويا. بني في الحسن أجمل من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتي، هللويا. من الرب حسن بهار جماله، هللويا. إلهنا في السماء وفي الأرض وكل ما شاء صنع، هللويا. راجعين نأكد على الفرحة اللي كانت موجودة، راجعين نورجي العالم انه احنا ما بنوقف هيك احتفالات، سواء كان في مشاكل او كانت البلد منيحه، نحن دائما جنب البلد. والجوقه خلقت لهالرساله لتودي الرساله لمحل بعيد، مثل ما بتعرفي طلعت لبرا البلد، وهلا عم نرجع من قلب البلد نطلع لنورجيهم دمشق شلون كانت شلون ضلت. هاي السنه كانت كثير جوقه الفرح، ان كان نحن او باقي الجوقات، كان كثير عنا مشاريع هون وبالمحافظات الباقية. واليوم إن شاء الله رح يكون دورنا نحن ننشر الفرح بكنيسة السيدة اللي هي كانت مثل بيقولوا على الخط التماس مع منطقة ساخنة فينا نقول يعني. الحمد لله يعني دائما رح نحاول نضل ننشر الفرح بد ما قدرنا. جوقت الفرح السنة حبيت تدق بواب المحافظات السورية كلها حتى تقول إنه سوريا كلها هي من طول عمرها كانت مهد الحضارة ومهد السلام. نحن بحاجة للفرح اللي بتنشره جوقت الفرح، وإن شاء الله كل سنة عم نكون ما شايفين الشام زينة والناس عن جد مبسوطة وكل سنة عم يصير أحسن. اليوم عنا أمسية ميلادية بتحكي عن احتفال عيد الميلاد وتراتيل للسيد المسيح. أكيد نحن صرنا زمان ما عشنا هاي الأجواء مثل هاي السنة ببلدنا. جوقة اسم الفرح وهدفها نشر الفرح بأناشيد وأصوات بتعانق السماء.